لجنة الحكام قبل مباراة الأهلي والزمالك، وكان في أصوات بوجود حكم أجنبي لإدارة هذه المباراة. هل انتوا ما فكرتوش تقولوا ايه احنا ماشيين بشكل كويس الفترة اللي فاتت ديت، طب ما نجيب حكم أجنبي ونريح دماغنا؟ مش هنقول، هنقول ان احنا حكامنا المصريين نجحوا، فبالتالي هنجيب حكام مصريين. احنا حتى ما صرحناش قلنا اجانب ولا غير اجانب، لكن القصه كانت ماشيه في اتجاه الحكام المصريين. وعايز اقول ان من اكبر المساندين مستر بريرا، اللي انا بوجه له الشكر والتقدير والاحترام، ان واحد مصمم ان يكون التحكيم المصري موجود، وهو حس بكده وحس بنجاح التحكيم المصري والثناء اللي هو سمعه من الاتحاد الافريقي على اداء التحكيم المصري. طيب دايما في الانديه المصريه كل شويه يطلع حد يطالب بتطوير في التحكيم، سيبك من الانتقادات او الحاجات اللاذعه يعني اللي دمها تقيل، بس في ناس بتطلب انه يبقى في تطوير في التحكيم المصري، في تطوير في الفار. الاهلي النهارده مثلا منزل بيان بشكل برضو يعني في كلام مهذب، يعني ما فيهوش كلام جارح، انه بيطالب انه يبقى في تطوير في التحكيم الموسم اللي جاي والفار كمان يتحسن. هل شايف ان احنا ماشيين بخطوات ايجابيه يا كابتن محمد؟ هل في تطوير؟ هل في حاجات ناقصه احنا محتاجين فيها التطوير وهنشوفها في الموسم اللي جاي ان شاء الله؟ أكيد يا كابتن، يعني أولى مراحل التطوير إن تعمل صف تاني وصف تالت من الحكام. إن شاء الله هتشوف الموسم الجديد حكام أو وجوه جديدة شابة كلها يعتمد عليها، هتكون موجودة في التحكيم المصري، وده اللي إحنا اشتغلنا عليه في القسم التاني. عندنا أكتر من 15 أو 17 حكم كلهم لا يتعدى 30 سنة موجودين. إن شاء الله يكونوا موجودين من الموسم الجاي إن شاء الله. هاي دايما بسمع الجملة دي وأنت بقى تقول لي صح ولا مش صح يا كابتن فاروق. بيتقال انه الفار والتقنيه بتاعت الفار بتاعتنا تكنولوجيا يعني محتاجه تطوير كبير، هل احنا محتاجين فيها تطوير فعلا ولا الامور ماشيه بشكل كويس؟ لا مش الى حد ما، يعني خلينا نقول الى حد ما، يعني محتاجه شويه تظبيطات في الفتره اللي جايه ان شاء الله من كاميرات وعربيات، لكن شايف الامور ماشيه بشكل كويس. بس هي محتاجه شويه تظبيط، يعني ده مش هننفي اكيد عشان يبقى احسن، يعني احنا كلنا طبعا يا كابتن احنا محتاجين يعني حتى لو احنا احسن محتاجين نكون احسن الاحسن. يعني محتاجين ان احنا نكون كل سنه نطور من ادائنا، مش معقول حتى يعني حتى لو وقفنا عند خط معين، لا محتاجين نعدي، محتاجين نروح لمكان تاني، وده اللي احنا بندور عليه خلال الفترات القادمه ان شاء الله. عدم وجود منافسة كبيرة على القمة هذا الموسم خلت الأمور بالنسبة للدوشة حوالين التحكيم المصري الموسم ده أكثر هدوءا من الموسم الماضي؟ هي كل سنة زي اللي قبلها المنافسة موجودة، حتى لما تيجي تلعب الأهلي، يعني برضو بعض الناس قالت الأهلي والزمالك مباراة، لا الأهلي والزمالك بطولة خاصة. يعني بدليل الجماهير اللي تابعت المباراة سواء خلف الشاشات او اللي كانت موجوده في الملعب، لا دي بطوله خاصه بصرف النظر عن مين كسب او مين ما كسبش. فاحنا بندور على نجاح التحكيم المصري بصرف النظر مين خد بطوله مين ما خدش بطوله. طيب كابتن محمد اخر سؤال لحضرتك، لو هتقيم تحكيمنا المصري هذا الموسم وانت مسؤول في التحكيم المصري، التقييم السنه دي من 10 يوصل فوق 5/10، 6/10، 7/10، تدي رقم كام تحديدا عشان نبني عليه بقى للموسم اللي جاي ونقول ان شاء الله نوصل للرقم الفلاني؟ يعني هديله مش هيقل عن 7/10، مش هيقل ابدا عن 7، مش هيقل ابدا. 7/10 التحكيم المصري هذا الموسم في الدوري مش هيقل عن 7، يعني ممكن نوصل ل 8 كمان. 8 طيب ده رقم حلو.